انا رحت شاعر المليون وقدمت القصيده وقلت الظاهر في احد المجالس كان في ابو حسن وانا والله اني مدري وش انا حافظ منها لكن بقول لك قصيده اسلم تحكي عن نفسها. سرى الليل وعيوني تحرى الصباح يبين متى النور يفهق ظلمته ويتم اثناها يا ربي لا توكلني نفسي لطرفة عين وضع بر نفسي دائما عند تقواه ما بي من البشر غير النقا والقبال الزين وباقي الامور غيبت ما فقدناها لو ان الظروف القاسية والزمان الشين يحد الرجال الطيبة ويتحداها ابو وجه ما له سوق لكن ابو وجهين تغني له الدنيا طرب على ليلى وابو مال صاير شيخ ومعرب الجدين وابو جاه ضيع وجهته بعد ما جاها من اول يوم ان الفعل بالسيف ابو حدين نعرف الشيوخ النادوا القوم بسماها وهالحين يمكن لو يمرك غراب البين تقول الصقور اللي عرفها تعشاها تقوم الفتى لنعاد ما قاموا المفتين وغزواتها تكبر اللي اكبر مغزاها سلامي على اللي ما تردد ما بين وبين يدور على رؤوس المعالي وينصاها لو انه من الفقر متهمش وحاله شين لكن عزته ترفعه للجدي بيداها ما بينه وبين المهزله مثل سور الصين ولا بينه وبين المرجله غير مركاه. يا سلام يا سلام صح لسانك صح ابدانك يا حبيبي ابو حسن ابو ملحي يقال دائما